بالصدقات، وهو الذي يأتي بالأمراض، وهو الذي يخلق الشحناء والبغضاء بين النفوس. بإذن الله تعالى ستكون هناك جملة من المزايا لأسر الشهداء وللمقاتلين العاودين في جبهات القتال، سيعلن عنها السيد علي الترولي بالتفاصيل في وقت لاحق. أن هناك ترقية استثنائية لكل العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في القتال. Thank you.
الله أكبر.
الشباب والتحت القمارة والغازي ودم الفقازي. احنا هنا اهل الزاوية وثوار الزاوية وشباب الزاوية في نفس الميدان هذا. هذه اللحظة التاريخية في هذاك يعني هذاك اليوم كانت الروح لم نبديك يا بلاش. كلام زلم مو معقول كيف يحصوا تربى فينا ناس ليبيا ما ماتوا هسه كل سوداني قريب نوصله هسه يدقوا كل غيراته بالخرطوم جامعه بالغلط لما حسوا شهاده ادوها ليه قالوا هاتوا يا ابو الحق يا ابو
غيروا واللي كانوا في السجون معتقلين تحيه كبيره ليهم ونشكرهم ارفع لهم القبعه ونقول لهم نورتوا الزاويه وشرفتوا ليبيا. استعدوا معانا الفريقان محمد الحمدي واهل الزاويه سمعوني ونهني جميع سكان الزاوية بالنصر والتحرير وإن شاء الله ديما أيامنا فرح يا رب إن شاء الله. طبعا تقدم إن شاء الله تقدم فرحتنا على استحلال ليبيا اليوم وإن شاء الله نباشروا عمالنا وكل واحد يقدر يخدم الزاوية. شو رأيكم الناس كيف تبقى شباب في الزاوية؟ شباب كيف تبقى؟ كيف تبقى؟ نبي نشاركم شاركونا. الزاوية كيف تبقى؟ موجود معك شيء في نص What's up?
الصفور شايلهم من وسط الساح والجامع شرع تطيح هدفونك تمشي نباحة من بكري وانت مغرور فيهم لي مكتوم عاشا ما يشوفها بالعشر شهور فيهم لي برا الملاك باقي وانت ما يغبى ما تعاشوا عن سباك وما حسبوا دمك مهدور ما حسبوا شكلال الهم بين فلوس بتجري ذم والولدي خرخت في عمها حابسهم طور علي طور